بعد خلعها الحجاب، صابرين تفجر مفاجأة غير متوقعة للجمهور. أثارت الفنانة صابرين حالة من الجدل، وذلك بعد انتشار صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون حجاب، الأمر الذي تسبب في موجة من ردود الأفعال المتباينة حول تلك الصور. وكانت الفنانة صابرين قد نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام صورا جديدة لها، ولكنها ظهرت بدون حجاب، وهو الأمر الذي تفاجأ به الكثير من متابعيها متسائلين عن سبب خلعها الحجاب رغم تمسكها به طوال السنوات الماضية. وبعد فترة من الصمت وتجاهل الرد على المتابعين، خرجت صابرين عن صمتها وفجرت مفاجأة جديدة لجمهورها، حيث قالت: أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمري بقول إني مش محجبة ولكني محتشمة، وظهوري مرة أخرى بشعري مش مفاجأة ولا حاجة. وأضافت صابرين خلال تصريحات صحفية لها ردا على الانتقادات: منذ سنوات طويلة، خاصة في توقيت مسلسل شيخ العرب همام، وأنا بينتقدوني بسبب الباروكة وسموني وقتها صابرين أم باروكة، وظهوري حاليا بشعري أنا خلعت بس التربون اللي كنت لابساها، وأنا كمان قلت محتشمة ولست محجبة، ودي حاجة بيني وبين ربنا هو اللي هيحاسبني. ويذكر أن الفنانة صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، ولقد بدأت التمثيل وهي في سن الرابعة، وذلك من خلال أدوار صغيرة، وبعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء، وذلك في سن 12 من عمرها، ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها، واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وفي العام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي قصة حياتها الشخصية، والذي حمل عنوان أم كلثوم. ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا، لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب، ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية. وفي عام 2006 قررت العودة للعمل الفني، وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرت من بعده بالعمل الفني. كانت الفنانة صابرين متزوجة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجب ابنهما نور، لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب. بعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق، وأنجب يوسف، علي وعمر.